بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of second secondary. أنا حبيت النهاردة أعمل revision من خلال أسئلة شفتها في الكتاب الخارجي. أنتوا يعني حسيت إن كتير بيسألوني عليها فجمعت أسئلة، بس أنا ماشية model إن شاء الله. طيب، هو السؤال الأولاني بيقول which of the following choices represent the combination in the gaseous compound Cl2O Cl2O. Any combination من ده اللي صح. طب هو أنا عشان أجاوب سؤال زي ده أنا محتاجة يبقى عندي إيه؟ محتاجة أبقى عارفة الأتوميك نمبر بتاع الكلورين والأتوميك نمبر بتاع الأكسجين. فمثلا الكلورين الأتوميك نمبر بتاعه 17، فبالتالي في الأوتر موست لازم يكون فيه 7 إلكترونز، فبالتالي هو بيشير ب 1 فالنس الكترون، هيشير بواحد بس، هيعمل سنجل كوفالنت بوند. بينما الاكسجين الاتوميك نمبر 16، وبالتالي عنده في الاوتر موست 6، يعني الفالنسي بتاعته 2، يعني لما يجي يشير هيشير باثنين الكترون. طيب احنا لو رجعنا للسلايد اللي قبلها اللي هي المنظر بتاعنا، طبعا Cl2O انها تبقى ايونيك ده استحاله لسبب صغير، انه الكلورين نون ميتال والاكسجين نون ميتال، فاستحاله يعملوا ايونيك بوند. فانا ما قداميش غير ان هم يعملوا لي كوفالنت بوند. عشان يعملوا لي كوفالنت بوند لازم الكلورين يعمل سنجل والاكسجين يعمل واحده اثنين سنجل او واحده دبل، فهو الاكسجين في النص والكلورين حولها، فتبقى الاجابه نمبر بي. اتفقنا؟ ليه؟ طب دي انا سي رفضها ليه يا مس رشا؟ لانه حاطط السي ال في النص، فده معناه ان السي ال متحوط باثنين سنجل الكترون، يعني الفالنسي 2 ده استحاله. طب ما الاو هنا في النص بس في دبل، يعني الكلورين الفالنسي بتاعته بيشير ب 2 الكترونز which is wrong. فالاجابه الصح نمبر بي. طيب اللي بعده، السؤال اللي بعده اللي انا يعني حابه ان انا اجاوبه، سؤال بيقول a covalent molecule includes، انا عايزه واحد من دول، هم الاربعه covalent molecule، أنا عايزة في 14 إلكترون، 1 لون بير و 2 باي بوند. المفروض عشان سؤال زي ده أجاوبه لازم أرسمه. فأنا يعني هوريك كده السلايد التانية، أنا رسمة أدي سي دبل بوند سي و 4 اتش، هو قال في 2 باي بوند، هنا دي واحدة باي بوند، فأنا إيه شلته من حساباتي؟ طيب سي أصلاً ما فيهوش باي بوند، باي بوند. طيب بالنسبة للنيتروجين فيه 2 باي بوند، طب يا ترى 2 باي بوند فيه 14 الكترون، 1 لون بير فيه 2 لون بير، يبقى دي خارج من حساباتي، يبقى حساباتي كلها منصبة على ال HCN، 1 لون بير 2 باي بوند 14 الكترون. لو جمعت كده الالكترونز اللي عندك هتكتشف ان انت عندك عدد الالكترونز مظبوط. طب يعني لو رجعنا كده احنا عايزين 14 الكترون، 1 لون بير و2 باي بوند، فانا عندي 2 باي بوند في ده و1 لون بير و14 الكترون. طيب نيجي بعد كده بيقول which of the following compounds includes both ionic and covalent bond. عشان اعمل ايونيك او كوفالنت اولا مبدئيا كده، معلش ثانيه واحده اتاكد مين في بوزيتيف ونيجاتيف، يعني الايونيك موجود. نشوف النيتروجين دايكسايد استحاله، لان النيتروجين نون ميتال والاكسجين نون ميتال، فده استحاله. بالنسبه للبوتاسيوم كلورايد ده ايونيك، فمش هيبقى فيه كوفالنت. طيب بالنسبه للكربون تترا كلورايد، كربون والسي ال 2 تقريبا نون ميتال، فاستحاله يكون فيه ايونيك. امونيوم سلفيت بقى ده فيه ايونيك بوند، وجوه الامونيوم فيه 3 بولر كوفالنت بوند، يبقى الامونيوم سلفيت الاجابه مظبوطه. طيب هو السؤال اللي بعده بيقول the following structural formula represent one of the nitrogenous fertilizers. What is the mass percent of nitrogen in it? طب احنا عشان نجاوب سؤال زي ده احنا محتاجين ايه؟ عشان نجاوب سؤال البرسنت ده محتاجين نفتكر مع بعض حاجه خدناها من سنه اولى، وطبعا وارد التراكمي قلناه،
انا عندي المولر ماس عباره عن 4H و2N وC وO، جمعتهم على اساس ان الH ب1 والN ب14 والC ب12 والO ب16، لقيتها 60 جرام بير مول. الماس بيرسنت بتاعت النيتروجين هتساوي المولر ماس بتاعت النيتروجين على المولر ماس بتاعت الكومباوند تايمز 100، فتبقى الاجابه 14 تايم 2 ديفايدد 60 تايمز 100 تطلع 46.7. يعني لو رجعت الاختيارات هلاقي الاختيار نمبر دي. طيب اللي بعده هو بيقول لي read draw the opposite molecule using Lewis dot diagram، ومديني الاتوميك نمبر بتاع كل مكون. هذا من اسهل الاسئله اللي بتيجي، يعني يا رب تيجي. طبعا شايف ان الفلورين عامل سنجل بوند وهو حواليه 7 في الاوتر موست لان هو الاتوميك نمبر 9. الكربون حواليه 4 سنجل بوند، يعني 4 بير بوند بير، والاتشات كل واحده عندها سنجل بوند. الكربون مع النيتروجين عامل تريبل كوفالنت بوند، وفي هنا لون بير اوف الكترونز. طيب النكست كويستشن، السؤال اللي بعده بيقول ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنتس the structural formula of propane. بصوا حبايبي، هو بيقول what is the type of hybridization in carbon atom. انت وانس ما لقيت او لقيتي السنجل بوند يبقى نوع الهايبريدايزيشن sp3، خلاص انا مش محتاجه افكر. طالما لقيت سنجل كوفالنت بوند يبقى sp3، لقيتها دبل يبقى sp2، لقيتها تريبل يبقى sp. اتفقنا؟ طيب اللي بعده بيقول which of the following elements difficult to form hydrogen bond. مين في دول مش هتعمل hydrogen bond؟ تعالوا نفتكر كده الهيدروجين بوند كانت بتتعمل ازاي. كنت بقول لكم هنف ما بين بولار موليكل، الهيدروجين لايز بتوين اتنين اتوم اعلى منها في الالكترونيجاتيفيتي، هي اوريدي عامله مع واحده فيهم بولار كوفالنت بوند بتعمل مع الثانيه هيدروجين بوند. فهنف ادي ال N O والF، مفيش S في الموضوع، يبقى الاجابه S او C يعني. اوكي طيب بالنسبه لنا كده الباوربوينت بتاعنا خلص كله، وانا خلصته لحضرتك. ف يعني رجعت معاك كل الشغل بتاعنا. اوكي يعني ان شاء الله يا رب المراجعه دي تفيدكم وتبقوا كويسين فيها باذن الله. تمام تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.